السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم ندخلوا في صلب الموضوع مباشره، قضيه لاعبي المغتربين وانه زلشي جاب كاس افريقيا بسبب جلبه لبعض اللاعبين المحترفين ولا المغتربين. انا عارف بلي زلشي ما يبغي ولا لاعب مغترب ولا لاعب جزائري مولود في اوروبا، يبغي يسوق البضاعه نتاعو ولا السلعه نتاعو هي اللي تبان. هذا شيء مفروغ منه. رئيس الاتحاديه خير الدين زوتشي اللي تدافع عليه بعض الصحافه الجزائريه، تدافع عليه وبالسماته وباغيته يقول حتى 30 سنه. هذا رئيس الاتحاديه دار بيان منشور من اللي يعرفه العام والخاص ضد اللاعبين المغتربين، هذه الاولى. هذا رئيس الاتحاديه ابعد سليماني، محرز، بن طالب، طيدار، ابراهيمي وغلام من المنتخب الوطني. هذا رئيس الاتحاديه اللي تدافع عليه الصحافه قالت لنا باللي هو اللي جاب كاس افريقيا. لو نشعر بالذاكرة، شكون اللي جاب آدم والناس من نادي بوردو؟ هو الحاج محمد روراوا. شكون اللي جاب، نهضروا على المواهب الشابة، شكون اللي جاب إسماعيل بن ناصر وخطفه من المغرب؟ هو الحاج محمد روراوا. لما نروحوا للاعبين اللي عندهم شوية أقدمية، شكون اللي جاب سفيان فيغولي من نادي فالنسيا الإسباني وخطفه من المنتخب الفرنسي؟ حاج محمد روراوا. شكون اللي جاب فوزي غلام من سانت سيتيان وخطفه من المنتخب الفرنسي؟ الحاج محمد روراوا. شكون اللي جاب ياسين ابراهيمي؟ الحاج محمد روراوا. شكون اللي جاب عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس؟ عيسى ماندي مدافع كبير، الحاج محمد روراوا. شكون اللي جاب مهدي زفان اللي دار احسن مقابلتين في كاس افريقيا من بين احسن اظهره؟ الحاج محمد روراوا. شكون اللي جاب احسن حارس في افريقيا؟ الحاج محمد روراوا. هو مبولحي، الحاج محمد روراوا. شكون اللي جاب، نقولوا بن طالب وطيدار اللي خلاص اصبحوا من المبعدين، صح يبقى دائما الحاج محمد روراوا. شكون اللي جاب نجم مان سيتي واحسن لاعب في الدوري الانجليزي، احسن لاعب في احسن لاعب افريقي؟ هو رياض محرز. شكون اللي جابو؟ الحاج محمد روراوا. والقائمة طويلة، ما نحكوش على الجيل اللي فات، نحكو على جيل عنتر يحيى وجيل زياني وجيل يبدا حسن يبدا، هذاك جيل نقولو قديم. نحكو على الجيل الحالي اللي دا كاس افريقيا، شكون اللي جاب ايضا مهدي طاهرت؟ نسيتو، كان الناس بانتلها راه جابو زطشي. شكون جاب مهدي طاهرت؟ جابوا الحاج محمد روراوا. اذا اي انجاز ينسب لزلشي فهو ظلم واجحاف في حق الرجل. حق الرجل شكون هو؟ الحاج محمد روراوا. تجيب تقول باللي زلشي دا كاس افريقيا هو جاب لك الكاراز، جاب لك ماجر، هذا ديجا اي وحده، هذا جواب الاول على الناس اللي تقول باللي زلشي جاب كوب دافريك. الجواب الثاني، شكون اللي بعد خمس لاعبين بتصريح من زلشي صراحة أنه هو اللي بغى يبعد خمس لاعبين اللي سميتهم؟ بن طالب، رياض محرز، إسلام سليماني، إبراهيمي وغلام. هذا زلشي اللي قالك جاب كوب دافريك. لو نروحوا بلا ما ننساو بعض اللاعبين، قلنا احنا مهدي طاهرت والعديد من اللاعبين اللي جابهم الحاج محمد روراوا. لو نروحوا مهدي عبيد، بالمناسبة نسيت، مهدي عبيد خطفوا من نادي نيوكاسل الانجليزي وجابوا للمنتخب الوطني ولعبوا في المنتخب الاولمبي قبل ما يلعب في المنتخب الاول، هو الحاج محمد روراوا. لو نروحوا للناس اللاعبين المغتربين اللي جابهم زلشي، نروحوا للاعبين المغتربين اللي جابهم زلشي ما تلقاش. بالمناسبه فارس لاعب هلال فيرونا كان الملف نتاعو موجود في الفاف في وقت الحاج محمد روراوا واموره سويت، امور تاعو كانت واجده. إذا ولا لاعب، لو نقولوا فيكتور ريحل لاعب من الدرجة الثانية الفرنسية يلعب في نادي لوهافر في الدرجة الثانية الفرنسية، لعب ربع ساعة بعد ما زدنا شفناه مصاب. إذا اعتبرنا هذا جابوا زلشي، ما اعتبرناش جابوا بالماضي، لأن في وقت ماجر ووقت الكاراز ولا لاعب مغترب لعب في المنتخب الوطني، ولا لاعب مغترب جابوا زلشي، والأرقام والإحصائيات كاينة والأدلة كاينة. إذا لو ننسبوا كاس افريقيا من المفروض ننسبوها الحاج محمد روراوا.
لو ننسبوا أي إنجاز للمنتخب الوطني الآن وأي فوز ننسبوه للناس اللي خدمت ووفرت المناخ المناسب ووفرت اللاعبين. هل من اللاعبين بعد 4 5 سنوات راحين يحبسوا وراحين يعتزلوا، من بينهم عدلان قديورة اللي جابوا الحاج محمد روروا نسيتوا، عديد من اللاعبين إلا لم نقل المغتربين كامل جابهم روروا. هل يحب حبوا اللي يكره يكره، اللي ضد روروا هو حر. احنا ماناش نسيفوا على الناس كلهم حبوا روروا ولا اكرهوا زاتشي ولا، كل الناس احرار. اللي يعجبوا سياسة روروا هو حر، واللي يكره سياسة روروا هو حر. ناس احرار، بس احنا نحكوا كاحصائيات وارقام فقط. ما انا مع زيد ما انا مع عمر، بصح نعطيكم هاوش جاب روروا وهاوش جاب زاتشي. روروا اللاعبين راهم يلعبوا الان هما جابهم حاجه روروا. نختلفوا ونتفقوا مع الرجل، بصح حقيقة ما نقدروش نغطيو الشمس بالغربال. حقيقة لا غالب، هذه حقيقة ما تقدرش تغطيها. والحقيقة الأخرى أنك ما تقدرش تغطي باللي زاتشي ما يبغي ولا لاعب مغترب، ما يبغي ولا لاعب. شكون يدير لك الكومينيكي هذاك تاع البيان العنصري تاع الفاف؟ داروا روروا، داروا الاتحادية هذه، داروه داروا رئيس الاتحادية اللي قالنا جاب كوب دافريك. اللاعبين المغتربين اللي يسبوا فيهم جابها مروروا هما اللي جابوا لكم دافريك. رياض محرز خي كنتو تقولوا عليه مولود في فرنسا، ولد فرنسا، ولد فرنسا جاب لك كوب دافريك. بن ناصر ولد فرنسا جاب لك الكوب دافريك. ادم والناس ولد فرنسا جاب لك الكوب دافريك. زيد مهدي زفان ولد فرنسا جاب لك الكوب دافريك. سفيان فيغولي القلب النابض دي وسط الميدان المنتخب الوطني ولد فرنسا جاب لك الكوب دافريك. عدلان قديورا من احسن المسترجعين في كاس افريقيا ولد فرنسا جاب لك الكوب دافريك. ياسين ابراهيمي ولد فرنسا جاب لك الكوب دافريك. عيسى ماندي ولد فرنسا جاب لك الكوب دافريك. رايس مبولحي احسن حارس في كاس افريقيا جاب لك الكوب دافريك. اذا على اي مقارنه نتكلموا؟ ما كانش مقارنه، احنا ماشي باش نديروا مقارنه بين الرجل هذا والرجل هذا، بصح نهضروا الحقيقه. انا قلت ونعاود، على 4 5 سنين ما عدناش نتاهلوا لكاس افريقيا. لو بقينا في العقليه هذه والذهنيه هذه والفكر هذا نتاع ما نجيبوش، عندنا تواعنا ولادنا وين يروحوا، ولادنا وين يروحوا؟ شفناهم المستوى تاع البطوله المحليه واش داروا. شفنا لاباك، لاباك ما قدرش تطلع. لاباك إليميني إيدوسات، ميداليه برونزيه ما ديناهاش، ميداليه برونزيه في بلادنا ما ديناهاش. إيدوزناف ما تكاليفاش كوب دافريك. إيفا مش إيدوزناف، إيفا ما تكاليفاش كوب دافريك. المنتخب الأولمبي كيف كيف، المنتخب المحلي رايح للطريق ثاني، رايح للديطريحه مع المغرب. إذا لما نقولوا احنا نجيبوا اللاعب المحلي، احنا ماش ضد اللاعب المحلي باش نتفاهموا، نعتمدوا عليه، نعتمدوا على لاعبين الباك لاماسيا. سيسنا السياسة، جربنا السياسة هذه، جربناها، جربناها مع ماجر، اسكو نجحت؟ جربنا مع ماجر اللاعب المحلي، واش دينا؟ دينا طرايح وكفوف، دينا طرايح وكفوف. إذا باش ما ننظموش حق الناس، يا صحافة يا اللي تدافع على زاتشي بلا بالنا بأسباب معينة تدافع عليه، مصالحك مع زاتشي مصالحك مش مع روروا، وتهاجمي روروا لأنه ما عندكمش مصلحة مع روروا. ما عندكم مصلحة مع زاتشي، وصديقك من الصدوق هو زاتشي. بصح نهضروا الحقائق، ما تقدروش تغطيوها. 80% من اللاعبين المنتخب الوطني اللي داو كاس افريقيا جابهم روروا، ولو واصل روروا وكمل في الاتحادية كان يجيب لنا أكثر من 500 لاعب محترف. وهذا من اللاعبين اللي يقول لك ما نقدروش نجيبهم، يجيبهم روروا اوفيسيال، كي عدلي كي عوار كي ايت موري كي كي اسمه العروسي. العروسي اصلا ديجا لاعب جزائري، امه جزائريه وبيو جزائري ومولود في الجزائر، ابن واد سوف. هذا من كل جو. والمنتخبات هذه الايديزناف والايديسات اللي بدات تطرايح، والايديسات اللي ميداليه برونزيه ما ديناهاش منتخب بارادو، كنا على الاقل ندو 4 ولا 5 لاعبين على الاقل نطلعوا المستوى شويه، لكن للاسف مع ما تحكي. اذا باش ما ننظموش حق الناس، الحاج محمد روروا نتفقوا نختلفوا معاه ولا نتفهم ولا ما نتفاهموش معاه في السياسه تاعو، يبقى الجزائري الوحيد والرجل الوحيد الجزائري والافريقي والعربي اللي قدر يستقطب كميه كبيره من المواهب الجزائريه الموجوده في اوروبا، واللي دعم بها المنتخب الوطني وتاهل كاس العالم 2010 و2014، راح للدور الثاني كاول انجاز للجزائر منذ الاستقلال التاهل الى الدور الثاني من كاس العالم.
هذا حق ما نقدروش نغطيه الشمس بالغربال، وما نقدروش نظلمه الراجل في الحق نتاعو، هذا واش دار. اما نروحوا من الجهه المقابله انه بخير الدين صدشي اول رئيس اتحاديه اللي دار بيان ضد اللاعبين المغتربين وضد الجزائريين المولودين في اوروبا، يعتبر الجزائري ولا رئيس الاتحاديه الجزائري الوحيد اللي دار بيان وصف بيان العنصريه بامتياز. خير الدين صدشي رئيس الاتحاديه الوحيد اللي يرفض رفضا تاما ما يجي اي لاعب جزائري مغترب في المنتخب الوطني. رئيس الاتحادية خير الدين صدشي يعتبر الجزائري الوحيد ولا رئيس الاتحادية الجزائري الوحيد اللي منع مواهب جزائرية من نوادي أخرى جزائرية ليس من نادي لاماسيا باراد ومن الالتحاق بكافة المنتخبات الوطنية. هذه حق ما نقدروش نغطيو الشمس بالغربال. إلا تحسب كأس أفريقيا جابها صدشي، أنا تمنيت كأس أفريقيا يجيبها صدشي بالمدرب المحنك ماجر ولا المدرب الكراز وبلاعبين لاماسيا. لما تدي كاس افريقيا بلاعبين لاماسيا ومع ماجر يا سيدي، مع بالماضي تدي لاعبين لاماسيا وتنحي محرز وتنحي سليماني وتنحي فيغولي وتنحي بن ناصر وتنحي والناس وتنحي ماندي وتنحي مبولحي وتدي كاس افريقيا، ارفع لك القبعه وهاو حقك يا زتشي. اذا ما نظلموش حق الناس، راو روا نتفقوا نختلفوا معاه، يبقى رجل جزائري الوحيد، الرجل الجزائري الوحيد اللي دار قانون البهاماس واستفادت منه الجزائر، ويعتبر الافريقي الوحيد اللي فرض على الفيفا قانون البهاماس بالقوه، والقانون نتاعو جاب الفوائد نتاعو للان، بزاف الفوائد نتاعو للان في المنتخب الوطني. قول حديثي بقيه فلا خير، ختم ملاقاتنا مع مازن من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.